مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دكتورة سارة قطب هي ضيفتنا دلوقتي في فقرة تانية من حلقتنا النهاردة المختصة بالجلدية، الأمراض الجلدية. ده موضوع حلقتنا النهاردة، ده ملف اللي احنا فاتحينه تقريبا من بداية الصيف، علشان هو ده ملف الصيف. الأمراض الجلدية بتكون أكثر نشاطا وانتشارا في فترة الأجازات والمصايف ودرجات الحرارة المرتفعة. فبرحب دكتورة سارة قطب، استشاري الأمراض الجلدية، دكتورة التجميل والعلاج بالليزر، كلية طب القصر العيني، المعهد القومي لعلوم الليزر، جامعة القاهرة. برحب بحضرتك، شرفتينا. اهلا بحضرتك يا فندم، سعيدة أنا بوجودي معاكي. أنا كمان سعيدة بوجودك معانا النهاردة. وحضرتك يا دكتورة، احنا طبعا علشان فصل الصيف زي ما قلنا ارتفاع درجات الحرارة، والناس بقى تجمعات كتير وتعرض الشمس كتير، فبتكثر مشاكل، وممكن الناس تبقاش واخدة بالها، وده اللي احنا كلنا مبنبقاش عارفين. احنا عايزين ننبسط وننطلق وخلاص. مية بقى وبحر وبولز ومصايف واي مكان، حتى لو خروجات، جناين، زيارات، فبيبقى فصل الصيف ده فصل الانطلاقة. وكتير مننا مش بنهتم انه ممكن ده يسبب لنا مشاكل في بشرتنا. خلينا في العموم نقول ايه اشهر امراض الجلدية او البشرة في فصل الصيف. تمام. بصي، احنا اكتر حاجة يعني احنا بنقسمها لامراض بكتيرية وامراض فطرية واذرز. اذرز يعني حاجات تانية برا، ان يكون في انفكشن، عدوى يعني. بكتيرية، فطرية، وحاجات اخرى. حاجات اخرى. البكتيرية طبعا اللي هي بتيجي للناس في صورة يعني هنقولها بالعربي اللي هي التهابات في بصيلات الشعر او ظهور خراريج، واللي بيدرجها قوي عند الناس اللي هي ظهور فسافيس، بتبقى موجودة في الجسم، في الوش، وفي وموجودة في الشعر، ودي بتبقى كومن قوي. ده بالنسبه للبكتيريه. الفطريه طبعا احنا الحاجه المشهوره جدا هي التنيه الملونه، اللي هي البقع اللي بتظهر عند الناس في صدرهم وفي ظهرهم، واللي بتبدا لونها بيتغير، بيبقى مره بيبقى لونها وردي شويه، ممكن تبقى لونها واخده لون ابيض، لا ممكن تبقى واخده لون بني غامق شويه. دي بتبقى كومن قوي. والاذرز طبعا اللي هي ظهور حمو النيل، وده كومن جدا عند الاطفال، يعني اللي هو مجموعه من الحبوب كده جنب بعضها، الحبوب اللي جنب بعضها، اللي هي التهابات في الغدد العرقيه نتيجه التعرق، زياده النشاط التعرقي بتاع الغده العرقيه. وده في الاطفال اكتر في الاطفال، وبيجي في الكومن طبعا، بيجي في الكبار، الناس اللي هم بيبقى شغلهم بيبقى فيه اوفر سويتنج، يعني الناس اللي تعرق كتير، اللي هم عندهم بالنيل. هو له علاقه بالنيل ولا ده اسمه؟ لا لا لا، بس هو اسمه سويت راش. سويت راش حمو النيل، ما اعرفش بقى، ممكن حمو النيل عشان ما اعرفش ليه علاقه باللغه كاسم كده او مصطلح عربي ولا لا، بس هو ده قلنا نتيجه زياده افراز العرق في فتره الصيف. احنا اكتر حاجه هنركز عليها طبعا هي خلينا نتكلم اكتر على التينيا. التينيا كتير قوي قوي حقيقي، وبتيجي على مختلف يعني جميع المستويات، مستوى ليه عمر معين او سن معين؟ لا لا اطلاقا، خالص خالص. يعني الصغير يلو تينيا فيرسيكولر اللي هو الطفل المولود، وبتختلف معايا، بتتشابه معايا في امراض كتير. الكبير اللي هم التين ايجرز، اللي هم فتره اللي هي من 9 بقى 10 معاكي لحد سن ال 20 ومن بعد ال 20، تمام. فاحنا عندنا الفتره دي كلها بيظهر قدامي بقع ملونه، احنا بنحاول لازم نسعى ان احنا نعالجها، لان هي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هو ده فطر كومانسلز على الجسم، يعني ده فطر مسالم على الجلد الطبيعي بتاعي انا، نتيجه زياده افراز العرق ونتيجه التحرر ونتيجه ان انا عندي هايجينيك مثلا، انا غصب عني مثلا مجبر عليه، مش عارفه مثلا البس فلنات قطن قوي، مش عارفه انشف من الميه قوي، او اخلي العرق ممتص بشكل اكتر، ده بيظهر عندي، بيخلي الفطر اللي الطبيعي دوت يبقى فطر مش طبيعي، فيبدا يظهر عشان عندي ايه؟ عشان انا بتعرق زياده، العرق الزياده مثلا، مش بستحمى زياده يعني، لا ده بالعكس، يعني الحموم الزياده، مفيش تنظيف، شيء تمام بالتنظيف، لا الهايجينيك مش معناه ان انا مش نظيف، الهايجينيك معناه سلوك انا مش عارفه التزم بيه صح. بمعنى بعرق زياده ومش بلبس فلنات قطن، تمام، بستحمى كتير ومش بنشف كويس من الميه، بحب اخد شاورز، بحب الناس اللي بتحب بتعشق الديتولز وبتعشق تستحمى بالصابونه الديتول وبتستحمى بالحاجات دي، ما دي صح، ما دي نظافه بزياده. فهمتي قصدي؟ تعمل مشاكل. فهمتي قصدي؟ فده زي لما ايام الكورونا وما زال يعني ايام الكورونا، اللي هو الكحول كتير على الايدين، الكحول طبعا هي طبعا مشكلة. اي حاجه بتعمل لي اكزيما، مشكله في فهمتي قصدي ايه؟ دلوقتي انا اصبح عندي فطر نشط، فالفطر النشط دوت خلاص ما بقى هو موجود على جلدي،
يعني انا مش مكتسبه الموضوع ده. فتلاقي العيان دايما يشتكي ان هو يروح ويجي عليا يروح ويجي عليا انا يعني انا اعالجه يا دكتوره ويرجع لي تاني. فهمتي قصدي ايه؟ فاحنا دلوقتي ده احنا كونسايننج قوي بالحته دي التينيا فيرسيكولار. طيب خلاص في كمان نقطه خدي بالك التينيا فيرسيكولار اللي هي التينيا الملونه تيجي مع الناس اللي مناعتها نازله يعني الناس اللي عندها سكر الناس اللي عندها بتاخد ادويه مثبطات للمناعه زي الكورتيزونات مثلا عندهم الحساسيه او 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 الحاجات اللي بتنزل المناعه تخلي الناس عندها تينيا فيرسيكولار. طيب كمان حاجه ممكن ما ناخدش بالنا منها قوي يعني ان تيجي يجي لك اطفال ودي بوينت مهمه يجي لك طفل في سن مثلا مش طفل اللي هو زي مثلا 9 10 سنين ودي حاجه انا شفتها مرتين او ثلاثه عنده تانية واحنا كل ما نيجي نعالج التانية دي مش بتخف كل ما نيجي نعالج التانية دي مش بتخف مش بتخف مش كويسه احنا اكتشفنا ان هو عنده هوتشكن لنفوم يعني مين عنده لنفوما عنده زياده في نشاط الخلايا الليمفاويه بتاعه الجسم يعني عنده سرطان خلايا ليمفاويه فهمتي قصدي ايه؟ فاحنا احنا يعني هي حاجه بسيطه ممكن نلاقيها كومن قوي قوي بس برضو لازم ناخد بالنا منها ناخد بالنا منها ان احنا ازاي نتعامل معاها ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا ازاي نحاول انها ما ترجع لناش تاني. رقم تلاتة ان احنا ازاي لو لاحظنا ان هي مش بتخف يبقى ناخد بالنا من ايه. فهمتي قصدي؟ فده مهم جدا بالنسبه لي. بس حضرتك عماله بتذكري نوع معين من التينيا التينيا الاخرى ما بيجيش لا التانية احنا هنتكلم على التانيات فهي كتير بس دي دي مرتبطه بامراض الصيف التانية بقى ليها علاقه بالهايجينيك اللي هي الباد هايجينيك بمعنى اللي هي تكتسي بقى تكتسي بقى بالعدوى يعني مثلا حد لبس هدوم مش بتاعته ايه برضو احمر بقى احمر هي البقعه بتبقى عباره عن حلقات موجوده على الصدر وموجوده على الظهر وموجوده ممكن بتطلع على الوش ممكن تبقى اكستنسيف واخده كل الجسم فهمتيني حسب يبقى شكلها عامل ازاي وبتاخد الوان هي اسمها تانية ملونه عشان بتاخد الوان فمش شرط تبقى حمراء لا مش شرط ممكن تبقى الوان تبقى إيه بيضه ممكن تبقى بني بس لو طلعت للشخص بلون معين بتسميه معاه ولا برضو ممكن تتلون مع نفس الشخص لا لا هي مش بتطلع بلون حسب يعني اللون المعين ده حسب هي السلوك بتاعها عامل ازاي فهمتي لان الفطر ده ليه سلوك احيانا بيفرز ماده بتخليه الماده دي ماده الازيليك اسيد دي ماده بتفتيح اساسا فبتديكي لون بيديكي هايبوبيجمنتد بيديكي لون افتح سلوك الفطر سلوك الفطر نفسه بس انا اللي اعرفه ان موضوع الفطريات ده او ملوش علاج جذري يعني احنا بنهديه بنقلله ولا بيتعالج خالص لا هو بيتعالج بس بيرجع لو قلنا هي حاجه كومانسلز بيرجع تاني كومانسلز يعني حاجه طبيعيه على الجلد فطر مسالم هو احنا ربنا كده ما خلقناش كده من غير فطريات بتتغذى على الفطريات المهاجمه اللي جايه من بره احنا ربنا خلق لنا بكتيريا وفطريات طبيعيه تمام فطريات دي لو قلبت مش طبيعيه تبدا تهاجمنا احنا تمام فخلاص ما بترجعش تاني ده انا بقوله لا ترجعش تاني ليه ما هي موجوده على جسمك يعني انا مش هتعالج من المرض ده خلاص مره واحده لا يا فندم هنتعالج هتعالج حضرتك هتعالج بس ممكن ترجع له ممكن بترجع تاني اوكي طيب عندي حبوب في الوجه بس المشكله بتسيب نقط سودا مكانها بقى بوست اكني هايبر بيجمنتيشن يعني قصدها ان هي عندها اثار بعد الحبوب طيب هو عموما احنا بنتكلم دايما لو هنتعالج في الحبوب لازم نعالجها كويس العلاج الكويس ما بيخليش فيه اثر بعد الحبوب تمام فدي نقطه مهمه جدا لازم الناس تعرفها البي اي اتش اللي بيظهر بعد الحبوب ليه اشكال كتير مختلفه ممكن نعمله كولد بيل ممكن نعمله تقشير على البرد ممكن نعمله فراكشنال ليزر خفيف ممكن نبدا ندي تفتيح لكريمات تفتيح وكريمات تقشير فدي بتبقى لطيفه قوي علاجاتها بتستجيب بسرعه وكل ما عالجتي بدري كل ما الاستجابه تبقى احسن بنشوف بس مجموعه من الاسئله ونكمل يعني احنا اكيد خلينا بس نتكلم بس عن نقطه عشان يعني نقطه حته الفانجل انفكشن ديت انا بس كنت بتكلم مينلي على الحته دي لان هي حته ريكرنت اغلب البكتيريا اغلب الالتهابات الفطريه ما بترجعش لو انفكشوس يعني انا تعديت من حد تاني من بره تمام فبديله خلاص تريتمنت والموضوع بياخد علاج وبيخف لكن احنا بنتكلم على التانية فيرسيكولر لان ليها مشكله زي ما قلت حضرتك هي موجوده كومانسل على الجسم يعني هي فطر مسالم على الجسم فاصبح مش مسالم وده على جسمي فهمتيني فانا دلوقتي احنا لازم نبدا نتعامل معاه ازاي نقول للعيان ما يرجعلكش تاني ازاي دلوقتي احنا بندي جرعات اولا احنا بندي العلاجات بندي العلاجات مضادات للفطريات بشكل موضعي وبشكل بالفم بعد ما بنخلص كورس العلاج بتاعي ببدا ادي جرعات تحفظيه مثلا كل 6 شهور يعني مع كل دخلة صيف اقول له خد لك حبيتين مثلا او حبايه مضاد للفطريات
تمام كده. خلال الفترة دي ما ينفعش يوقف بندي شامبوهات. الشامبوهات دي بتبقى فيها مادة مضادة للفطريات وفي نفس الوقت بتبقى فيها مادة مقشرة، لأن الفطر بيبقى موجود على سطح طبقة الإبيدرمس. الإبيدرمس اللي هي الطبقة فوق الأدمة، فأنا لما بدي مقشر بوقع الطبقة الخارجية دي، فبالتالي بوقع الفطر شوية من عليه، فبيقلل لي الريكرنس. العيان دي بيقعد ماشي عليها من فتره يعني، بنخليه ما يتلازمش بيها برضو بشكل اجريسيف، عشان برضو ما نديش، ما تلاقيش العيان ما بيتحسنش، او يقول لك انا ما بخفش، او مثلا يقول لك لا ده انت كده صعب. فانا بقول للعيان تمشي عليه من مره لمرتين في الاسبوع. تمام. فمهم جدا ان احنا نمشي على جرعات تحفظيه لمضادات الفطريات، ونمشي على شامبوهات. الشامبوهات ديت فيها مضادات للفطريات وفيها مواد تقشير او نسبه سلسلك اسيد او لاكتيك اسيد او وات ايفر الحاجه اللي فيها عشان تساعدني على التقشير، بحيث ان احنا زي بقول لحضرتك نساعد ان الفطر دوت ما يرجعش ينشط تاني. تمام. بس كده. طيب الحاجة برضو عايزة أركز عليها شوية، إحنا في بالنسبة إحنا يعني دي بالنسبة للالتهابات الفطرية، الالتهابات البكتيرية واللي هي بتيجي جدا برضو بقى دي كومن في سن الأطفال اللي هم من ساعة ما بيتولدوا لحد مثلا سن 5-6 سنين، تلاقي العيل عنده اللي هم بيسموه بالعربي الحصف تقريبا، هو اللي هو الامبتايجو. تلاقي الناس الطفل عنده خراريج طالعه في وشه وطالعه في ظهره. ده في سن قد ايه؟ بيجي من سن مثلا 5-6 سنين، اللي هو الاطفال بس يعني أطفال مش حاجه للكبار. تمام كده. وهو ده بيدي بسبب اللي هو الستاف اللي هي البكتيريا العنقوديه. تمام. ستاف والستريبتوكوكاي. البكتيريا ديت بتعمل الخراريج. طب الحاجات دي انا اعالجها ازاي؟ ما هي معديه، دي بقى اصبحت معديه بالنسبه لي. فانا لازم اخلي كل الاسره زي ما تتعديش من الطفل ده. انا بنصح برضو بنفس الفكره دي، ان احنا دلوقتي بندي نقول للاهل التزموا بشامبوهات، بحيث ان احنا نعمل انتي سبتك، بنعمل زي تعقيم شامل للجسم سواء للطفل او للاسره. زمان كنا بنقول للعيانين حطوا الكلوروكس، عارفه الكلوروكس اللي هو بتاع الغسيل، اللي هو ماده الكلوروكسيدين. الكلوروكسيدين ده ما كانش موجود زمان غير في ماده الكلوروكس. كنا بنقول لهم حطوا فنجال كلوروكس على انلو على مثلا على بانيو او كلام من كده. دي حقيقه بنقول لهم اعملوا من الكلام ده من مرتين لثلاثه في على الوجه كمان توتالي. تمام. توتالي على كل الجسم. وهو ليش معنى المرض ده مختص بالاطفال بس يعني؟ هو انا بقول لحضرتك هو بيجي عشان هقول لي حضرتك ليه، عشان يعني نقدر نقول هو السنه يعني هايجيك. العيال بقى بتلعب بتجري تراب جنينه حضانات قصص دي. فهمتي قصدي؟ ومعدي بقى طبعا. ومعدي طبعا. فالطفل لو ممكن يعدي اخوه الاكبر، ممكن يعدي ابوه، واهم حاجه ما يروحش الحضانه والمدرسه عشان ما يعديش بقيه زمايله. صح. يعني نخلي بالنا طبعا من الامهات اللي اولادهم عندهم حبوب. فاحنا بنقول ممكن نبقاش واخدين بالنا انه عنده حبوب في وشه عادي يعني. لا طبعا حبوب في وشه مش عادي. لا طبعا حبوب في وشه، لا طبعا حبوب في وشه مش عادي. 5-6 احنا اكيد هنكمل كلامنا عن اهم واخطر امراض الجلديه في فصل الصيف. لسه بنتكلم عن فصل الصيف بعد الفاصل. شارك معنا وابعتونا على 015-595-1006. انتوا مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ونكمل في ملف الجلديه. وضيفتنا هي الدكتوره ساره قطب، استشاري امراض الجلديه، دكتوره التجميل والعلاج بالليزر، كليه الطب القصر العيني والمعهد القومي لعلوم الليزر وجامعه القاهره. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن التينيا وامراض شائعه كتير في فصل الصيف. ودلوقتي برضو جات لنا اسئله بخصوص التجميل. بقى نخش شويه على الحلاوه الحلويات. في بس سؤال الاول بخصوص يا دكتوره قبل ما نخش على موضوع التجميل، بخصوص عند الرجال هو راح فين. عندي مشكله التهابات بعد الحلاقه او حتى من غير الحلاقه، واستخدمت كل حاجه سواء مرطبات او كريمات ومراهم مضادات التهاب، او حتى طريقه الحلاقه شفرات، يعني هو غير في الشفرات والكريمات والترطيب وكل حاجه، وممكن تنعيم ومفيش نتيجه فعاله. اني مع العلم اني مهتمه جدا بنظافتي الشخصيه ونظامي الغذائي. فايه بقى الناس اللي عندهم شويه حبوب كبيره في دقنهم عند الرجال؟ دي التهابات قلنا في جريبات الشعر، نتيجه ان الشعرايه بتطلع وترجع تغرس تاني في مكانها، فهي بتغرس بتعمل التهاب في البصيله لان بتبقى شعرايه حاميه. فاحنا المفروض حاجه زي كده، واحنا لو عايز حل جذري ليها
بنقول دايما ليزر هو الـ هو الـ هو الـ هو الافضل حل للموضوع. بيروح يعمل جلسات ليزر عند دكتور جلديه. ايوه ايوه. وهيحتفظ بدقنه ولا لازم يشيل دقنه؟ لا للاسف هو هيعمل هو الشعر مش هيبقى فيه شعر في الدقن, مش هيبقى فيه شعر على طول. هو فتره العلاج, فتره العلاج على الاقل الفتره اللي احنا لما بنيجي نقول ازاله الشعر بالليزر مش معناها ازاله دائمه, احنا بنقول بنسعى على تخفيض كثافه الشعر او نمو الشعر. فهمتيني؟ احنا بنأثر على البصيله فبنضعفها, فلما بتضعفها ما بتطلعش الشعر, فبتطلع شعرها كل فتره وفتره. هو ما فيش حاجه, هي كل فكره بس ان هو كراجل مش هل انت هتتقبل السيده ده مفيد ليها, لكن كراجل هو بيحب, هل انت هتتقبل انك انت ما يبقاش عندك دقن في يعني شعر في دقنك؟ اوكي لو انت متقبل ده تمام يعني شيله, وده انصحك بيه لان هو فعلا حاجه سخيفه قوي. في ناس ما بتعرفش اللايف ستايل بتاعها بيقف بسبب الموضوع ده, وناس كبيره يعني ناس في بوزيشنز مهمه تقول لي انا وانا قاعد انا عمال مش قادر مش قادر دقني حرقاني. فده ملوش حل غير ان احنا نعمله ليزر. طيب انت ما عندكش عايز تعمل ليزر مثلا انتيبايوتكس كريمات, انا هقول هكمل لحضرتك. بصي الخطوه الجايه, انت حضرتك مش 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 عايز تعمل كده. اولا انت لازم تمشي بروبر تريتمنت. بروبر تريتمنت تاخد الانتيبايوتك المناسب للحاله بتاعتك, تمام؟ مش اي انتبيوتيك هتاخده هو اللي هيديك نتيجه فعال. بيختلف من شخص لشخص؟ لا مش بيختلف من شخص لشخص. يعني ما ينفعش مثلا احنا عاده بندي ماده التتراسايكلين, تمام؟ ما ينفعش تاخد مجموعه الاموكسيسيلين. فهمتي قصدي ايه؟ يعني نختار بروبر انتبيوتيك مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنسعى ان احنا نقلل التهاب البصيله, لان هو في التهاب في البصيله. التهاب ده معناه التهاب حاصل وبكتيريا الانفكشن, يعني في انفكشن حاصله, يعني في انفكشن بديله انتبيوتيك. انتبيوتيك موضعي, والالتهاب اللي حاصل ده بنديله توبيكال ستيرويد يعني كورتيزون موضعي. تمام. فدول حاجتين مهمين قوي. عاده دلوقتي بقت في حاجات طالعه كتير جدا ساعه الحلاقه. لما بيجي احلق بخلي العيان اولا ان هو يحط المواد دي لما فيها مواد تهدئه وتلطيف, سوذنج افكت. سوذنج افكت يعني انا بخلي العيان يحلق بيها, يحلق بيها, اخليه بدل ما تحلق مثلا بكريمات حلاقه او لا, تحط الماده ديت وتبدا تحلق بيها. طب لما تيجي تحلق تحلق ازاي؟ لا انا مش عايزاك بقى تحلق رايح جاي رايح جاي رايح جاي, تحلق لي وشك بس, تاخدها زي ما بيقولوا وش واحد, اتجاه واحد. واحد اتجاه واحد الاتجاه انه اتجاه اللي يريحه اللي يريحه هو اللي يريحه يعني لا اما فوق او تحت, مش فوق تحت يمين شمال. ده كده غلط. هو ده اللي بيعمل بيعمل اريتيشن, بيعمل مال دايركشن, يعني بيخلي اتجاه بصيله الشعرايه تختلف. وسواء بقى كان شفره او حلق بال هي اكتر حاجه بتحصل حاجة. هي اكتر حاجه بتضايقهم هي موضوع الشفره. لان هي اللي هي اللي بتبقى دايركت كونتاكت والعيان بيروح يعمل كذا. لكن انت لو تتكلمي على مكان الكهرباء ده, مكان الكهرباء دي بتحرق, هي ما بتاخدلكيش الشعرايه اساسا ولا هي بدرجه يعني هو بيقدر يظبط درجتها. فاهمه قصدي؟ فبياخد شعر من بره بس. ده احسن ولا اوحش؟ ايه هو هو حسب طبيعه اللايف ستايل بتاعه. يعني انا ما اقدرش اقول له اعمل كده, يعني انا اقول له خفف دقنك بس بمقص او مثلا بالمكنه كده. فهمتي قصدي ايه؟ لكن هو مش مشكلته دي, مشكلته ان هو عايز يحلق دقنه, يعني عايز يبقى فيه مثلا الوقت دوت يبقى انا دقني كلها كويسه. يعني ما بقاش فيه شعر في دقني. طب صوت هيعمل ايه؟ طيب بعد كده يبقى نحط السودنج افكتس اللي احنا قلنا عليها. دايما بنقول للعيان قبل ما تشتغل, قبل ما تحلق دقنك, حط مضادات للالتهابات توبيكال ستيرويد مرتين في اليوم قبلها بيومين ومرتين في اليوم بعدها بيومين. فهمتيني؟ ده بيقلل جدا الوضع. حاجه اهم بقى من ده كله, انا دلوقتي ايه مشكلتي؟ مشكلتي ان الشعرايه بترجع تغرز تاني. طب انا مش عايزه ادي فرصه للشعرايه دي انها تغرز, فبحاول اسعى ان انا اتخن طبقه الجلد. طبقه الجلد دي انا اسخنها ازاي؟ اتخنها ازاي؟ ممكن اسخنها لا سوري مش قصدي ثيكنس. اديها ثيكنس ازاي؟ طيب انا دي عايزه هابيتوال, يعني حاجه اعتياديه ان انت تعملها. بقول للعيان هات لي حجر الشبه. عارفه الشبه ده نجيبه منين؟ ده عند العطار. عادي كومن, هو موجود في الصيدليات. حجر الشبه هو اقول له اعمل مس بيها دقنك مره الصبح ومره بالليل. يمس هي بتتبل بالميه كده ويحطها على دقنه مره صبح ومره بالليل. حجر الشبه المس ده هي مش ايريتنت على فكره ولا اي حاجه ولا بتحرق ولا اي حاجه خالص. ده كل يوم لمده قد ايه؟ على يقعد طول بقى على الفتره, على لونج ران كده شويه على الفتره, هيلاقي الموضوع ده بالتدريجي الدنيا بدات تهدى معاه. ده بيعمل ايه بحجر الشبه؟ بيتخن الجلد. فيلاقي الشعرايه بتطلع مش عارفه يعني ترجع مش عارفه ترجع تاني. فاحنا دي كلها حلول. قول لي مش صابر بقى تعالى اعمل ليزر. اوكي ايه رايك؟ بالظبط اكيد. سؤال تاني يا دكتوره بيقول علاج رائحه العرق باستمرار ومشكله زياده التعرق. حلو. بصي رائحه العرق باستمرار, احنا العرق طبيعي من عند ربنا بيطلع بدون ريحه.
بالظبط. كنت لسه هقول لك في ناس عندها ريحه وناس بدون ريحه. بس انا امتى اطلع لي ريحه؟ لما بيبدا يتفاعل العرق ده مع البكتيريا واللي على الموجوده على الجلد وكلام من كده، فبيبدا يطلع لي ريحه. طيب ايه اللي بيفرق معايا؟ طبيعه اكل حضرتك. حضرتك انت دلوقتي لما بتيجي تاكل حاجات فيها سبايسي كتير، في شطه كتير، الناس اللي بتحب تاكل بسطرمه، الناس اللي بتحب تشرب حلبه، الناس اللي بتحب تاكل جنزبيل، الحاجات دي كلها بتخرج مع العرق. فالحاجات دي بتعمل اودر، اودر للعرق. فانا بقول له ابعد عن كل الكلام ده. توم، البصل، الكلام ده بيطلع. اي ما هو اكلنا كله فيه توم وبصل. ماشي، ما هو يعني انت يعني بقى انت تتعامل يعني بقى لو الشطه والتوابل ممكن الواحد يتفاداها شويه، لكن التوم هاكل ملوخيه. ماشي، هقول لحضرتك على حاجه. ما هو ماشي، ما هو مش مش كده. ناس ملوخيه بتقليه sometimes الناس بتحب تاكل اللي الناس بتاكل كشري تحب تحط التوم بزياده ده قوي. فهمتي الحاجات دي بيور قوي، بيور قوي. انت على الاقل احنا مش لو هنتكلم بقى ايه بقى طبخ، يعني انت بتقلي التقليه الاول بتاعه الملوخيه، فما انت بتشيلي الريحه بتاعه التوم. أوكي. بس احنا انا بنتكلم على الناس اللي بتتكلم على الحاجات الفرانكلي، يعني اللي هو زي بتاكل بصل في السلطه مثلا، في التوم، البسطرمه في الفول. البسطرمه، البسطرمه فيها اعتقد توابل كتير وتوابل كتير قوي. فدي كلها بتطلع بتخرج عن طريق العرق. فالحاجات دي كلها بتدي ريحه. لكن مفيش شيء علاجي اعمله. هنحط توبيكال في زياده التعرق. زياده التعرق دوت. بس خلينا اقول خلاص النقطه الاولانيه. بنحط مضادات حيويه ومضادات انتي بايوتيك وانتي فانجل يعني فور لونج تايم، ولازم يروح يبص برده على الغدد في مكان العرق. مكان العرق بس فقط لا غير، المكان اللي بيطلع منه ريحه. تمام كده. وبعدين انا برجح برده ان هو يروح لدكتور غدد صماء، لان سام تايمز يكون عنده مشاكل في الغدد. سام تايمز في مشاكل في الغدد الدرقيه برده تعمل الحاجات دي. طيب يبقى احنا كده خلصنا من حته اللي هي ريحه العرق. عشان نتفاداها لازم نستخدم مضادات حيويه ومضادات الفطريات، ويكون روتين حياتي في الاكل مختلف شويه. طب زياده التعرق، زياده التعرق دي انا عندي الجهاز المسؤول، الجهاز العصبي المسؤول عن اللي بيغذي الغده العرقيه زياده شويه. حاجتين، لاما بيبقى برايمري يعني من عند الله كده بدون سبب، او يبقى سكندري. سكندري نتيجه مرض معين، واغلب الامراض اللي بتبقى سكر او غده او كلام من كده. فده خلاص احنا اوريدي هتعالج الموضوع دوت، الدنيا هتهدى معاكي. احنا بنتكلم دلوقتي على البرايمري، وده الكومن يعني، ده الاكثر شيوعا. برايمري اللي هو يعني دي بطبيعه جسمه كده، جسم زي ما ربنا ايدي خلقه كده. ايدي وتحت باطي بيعرقوا بزياده، والرجلين وحاجات كتير. والوش وش والعرق. البوتوكس حلو بقى في الحاجات دي قوي. هعمل فين ولا فين بقى، في ايدي في ولا كل حته؟ دي حقيقه، بوتوكس حلو قوي في الحاجات دي. عامل في كل ده بوتوكس؟ ايوه. ايه المشكله؟ بصي احنا بوتوكس في الايد وفي الرجل بنشتغل عليهم، فبنبدا نخلي الايه، هو بيقلل البوتوكس بيشتغل على ماده الاستايل كولين، هي المسؤوله، هي الماده المسؤوله عن زياده افراز التعرق. فانا بمنع بلوك للماده دي، فهمتيني؟ فبالتالي انا ايدي ما بتبدا ما تعرقش سواء في ايدي او في رجلي. حركه الايد ايه؟ وبالتالي البوتوكس أيوة. بيخلي لازم اسرع حركه. ما انت ده سؤال مهم، انت ذكيه قوي، ربنا يخليكي ذكيه قوي فعلا، لان ده برضو من ضمن السايد افكتس بتاع البوتوكس. يعني انا لازم احقن عند دكتور كويس عشان خاطر ان انا البوتوكس ما يسمعش العضلات تحت. لان انا من الاعراض الجانبيه بتاعه البوتوكس هي ايه؟ ان انا وانا بحقن في ايدي، انا لو حقنت ديب شويه البوتوكس ممكن يسمع في الابدكتورز دول اللي هم الصوابع. فتلاقي العيال يقول لك دول السبابه، الهادي الاب دول الابدكتور بالعربي. احنا سبابه سبابه والابهام والعفو احنا في راديو. فانا دلوقتي البوتوكس لما سمع عايز صديق يا جماعه، اي حد بيسمعنا الصباع الاولاني يسمع. فاحنا دلوقتي انا تلاقي العيال يقول لك انا ما بعرفش اكتب قوي. طبعا. فده يعني مش ده مش هو ده مش ده مش ده مش الكومن، يعني ده مش الكومن اللي يحصل. الكومن ان انا بقلل نسبه التعرق فقط، بشتغل بشكل سطحي، بحقن بشكل سطحي في بوينتس معينه، بحس ان انا اقلل نسبه التعرق. حلو قوي، لطيف قوي. دايما بقول للعيان ريكومندد ليه، لان انا مشكلتي مع الطلبه مثلا اللي بتخش تمتحن وعندها يا عيني الاجابات بتتمسح من العرق. فهمت قصدي؟ دي مشكلة. يعني وجوده مشكلة، وان انا برضو احط بوتوكس في ايدي ومعرفش احرك ايدي. لا هو ما بيحصلش كده، بقول لحضرتك ده خطأ من طبيب، او لازم بقى يعني. طب ليه ما انا اروح عند حد كويس يحقن لي والدنيا تبقى زي الفل؟ ليه ازمتي؟ الحد كويس ده مش هيعمل كده خالص. بس اللي انا افهمه انه البوتوكس لما بيتحط في الوش وفي الجبهة، ما هو ما بيخليكيش تعرفي ترفعي حواجبك كويس قوي، ما بيخليك يعني بيقلل حركة عضلات وشك. احنا بنحقن عند حضرتك في البوتوكس جوه في العضله، انا هنا بحقن في المكان الغده العرقيه. ما انا بقول لحضرتك احنا بنحقن بشكل سطحي. بس احيانا الدكتور مثلا ممكن، مش هقول دكتور، ممكن البوتوكس مثلا يسمع تحت في العضله تحت،
فهمتيني؟ فيبدا دي مشكله دي. طب بصي جت اجابات اهي، اختاري انت منهم بقى. الابهام، السبابه، الوسطى. ايوه صح، والخنصر والبنصر. الخنصر مين فيهم ايه بقى؟ هو بادئ منين؟ بادئ منين؟ ده السبابه. لو ده الابهام، ده الابهام. انت كده هتطلعي لنا فشل خالص. بس انا والله ده اسمه ايه؟ ده الابهام. أوكي. صح، ده السبابة. أوكي. صح، ده السبابة، ده الإبهام، وده السبابة. بس وده الوسطى، وده الخنصر. وأتوقع اللي في النص ده البنسر. صح، صح، هو ده المكتوب. 1 2 3 4 هم كاتبين 4 في زو في 5 ما ده الخنصر. في صباع ده الخنصر. ده الخنصر. انا متأكد. طيب ماشي. تمام. انا 37 سنه، في ايام الشتاء من كل سنه شعر دراعي بيتساقط خالص ويرجع ينمو تاني، ده ايه؟ تساقط شعر موسمي. تساقط شعر موسمي دي حاجه يعني خلاص طالما بيطلع يرجع تاني، حاجه لطيفه يعني. شبه طبيعيه او شبه عاديه. عايزه حاجه كويسه لتفتيح تحت الابط. الوقايه خير من العلاج. ارجوكي بلاش الدايركت كونتاكت مع مزيلات العرق بشكل عنيف. بلاش السبريز العنيف. مزيل عرق سبراي؟ لا لا، دايركت كونتاكت على الجلد لا. امال مزيل عرق يبقى ايه؟ رولون. رولون يبقى افضل، وتبقى الحاجات الناتشرال بقى اكتر يعني. دايركت كونتاكت برضو يعني. لا التاني ده السبراي، ده مع السبراي ده بيتحط فوق الهدوم يعني. هو معمول عشان يتحط فوق الهدوم، مش عشان يتحط دايركت على الجلد. طبعا طبعا يعني طبعًا. عادي بس هو هيعمل هي 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 مشاكل بقع في الهدوم كده. اديك انت قلتي بيعمل مشاكل على الهدوم، مش هيعمل مشاكل على جلدك؟ طب امال احط ايه على جلدي؟ رولون. رولون. طب ما هو حضرتك، ما هو ده برضه دايركت كونتاكت. ما هو حبيبه قلبي التركيبه بتاعته معموله انها تتحط على الجلد، فهمتي قصدي؟ بس فانا ما احطش الدايركت، بلاش الدايركت كونتاكت بالسبريز دي، مهمه قوي لان ده اللي بيحصل. الريكرنت انفلاميشن يعني الالتهابات المتكرره للجلد. الناس اللي بتيجي تشتكي لك انا عندي تسلخات باستمرار. تمام. الاوفر سويتنج، طب الناس اللي بتعرق بزياده دي فاوفر سويتنج، فتعرق زياده، فالتهابات زياده، فده يعمل لي المشكله. فهمتي؟ طيب ده قلنا الوقايه خير من العلاج. انت عايزه بقى اتعالج الاسمرار، خلاص حصل. اوكي طب احنا نعمل ايه؟ عندك كام اوبشنز كده. اولا احنا كريمات التفتيح اللي بتعتمد على المواد الطبيعيه، مش عايزين مواد فيها كيميكال قوي، لان برضو الكيميكالز نفس الفكره يعني، مهما كان بتفتح بس دي كيميكالز. وجلد الباط او جلد السنسيتيف ارياز بيبقى جلد حساس رقيق، مش بيتحمل اي حاجه كيميكالز بسهوله. ارقم جلد الوجه. طبعا ارق من جلد الوجه يعني، مش اللي بحطه على وشي ينفع. طبعا. وبعدين انت عندك حضرتك هنا ربنا عمل لك وشك بطريقه التئام معينه. انت الجلد تحت باطك وتحت اللي هو مثلا البتوين ثايز، لا يعني مش سهل ان يحصل فيه يعني، مش سهل ان يحصل فيه انفكشنز او ما يحصلش فيه هيلينج. قصدي كويس، فهمتي؟ هيلينج يعني التئامات، التئام. فاهمه قصدي؟ طيب الكريمات ايه؟ الكريمات بقى دايما اي حاجه فيها الفا البيوتين، الحاجات اللي الليكوريتش، الحاجات اللي فيها تفتيح طبيعي. تفتيح طبيعي، انا هقول مواد علميه ناس مش هتفهمني بالظبط. فاحنا نعمل ايه؟ اروح للصيدليه نقول لهم لا عايزين؟ لا طبعا حضرتك تنورينا. فاحنا نكتب لحضرتك كريمات تعتمد على التفتيح الطبيعي. دلوقتي بقى بيدخلوا ماده الترانكزيميك اسيد عشان خاطر نفتح المواد دي. ماده الترانكزيميك اسيد دي انت عارفه تسمعني الكابرون بتاع نزيف. طيب الماده دي اكتشفوا ان هي ماده فعاله. ايوه الماده دي اكتشفوا ان هي ماده فعاله جدا في التفتيح وبشكل امن قوي. فاحنا عملناها دلوقتي بشكل توبيكال موضعي، نقدر نحطها على الجلد ونقدر نفتح بالشريك بشكل امن وسيف. بصي المقصود بيه اللي انا اقول لحضرتك ان انا مش عايزه احط حاجه كيميكال، يعني نبعد عن ماده الالدوكين في المناطق ديت. الالدوكين دي ماده تفتيح قويه قوي احنا عندنا في الجلديه. تمام. بس مشكله الماده دي ان هي ايريتنت، فما ينفعش اجيبها على جلدي. بتسبب حساسيه. سبب حساسيه، ممكن تخليني اهرش او تعمل لي هرش احمرار كلام من كده. فنزود، فبنعمل بنعالج حاجه بنزود حاجه. طيب احنا دي قصه مهمه. عايزه بقى تعملي سيشن كولد بيل، حلو جدا في السيشنز دي. كولد بيل. كولد بيل هو التقشير على البارد. تأشير على البارد ده برضو في عيادات عند الدكتور. طيب مزيد من الأسئلة لو في، لو بعد الشر عندكم أي مشكلة شاركوا معنا وبعتونا على 015-595-5100. لسه نكملين حلقتنا مع الدكتورة سارة قطب استشاري الجلدية والأمراض الجلدية يعني، ولسه نكمل عن ملف، نكمل كلامنا في ملف الجلدية. شاركوا معنا في انتظار أسئلتكم بعد الفاصل. مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نكمل كلامنا في حياتك صح النهارده. لسه بنتكلم عن ملف الامراض الجلديه، لسه ضيفتنا الاستاذه الدكتوره ساره قطب
استشاري الأمراض الجلدية، دكتورة التجميل والعلاج بالليزر كلية طب القصر العيني. وحد بعد بيقول برنامج روعة، الله يخليكي، شكلك بنوتة جميلة كده اللي بعت المسج، بس أنا مش عارفة مش كاتبة اسمك ليه. طيب ما عايزين نبعت لك أي حاجة. عايزة أي أسماء للأجهزة الكويسة لليزر للوجه. وسؤال تاني، أسماء أجهزة ده غلط خالص. ليزر الوجه يعني هتعملهم لوحدها في البيت ولا كده؟ أنا مش عارفة، بس هي يمكن عشان لما تروحي يا دكتور تبقى عارفة. أيوة أنا فاهمة سؤالها، هو أشتغل على الكانديلا ولا أشتغل على الاندياج ولا أشتغل كده؟ السؤال ده غلط تماما. ليه بقى؟ لا مفيش حاجة اسمها كده. الليزر، الليزر ده عامل زي العربية حقيقي. أنت بتعرفي تسوقي، هتعرفي تسوقي. مش هتعرفي تسوقي النبي لو جابوا لك عربيه كار، مش هتعرفي تسوقيها. فلازم تروحي لدكتور كويس. يعني السر في الدكتور انه يبقى كويس، مش في نوع الجهاز. بالظبط. وما تدخلش انا كمريضه يعني اكزائيه، ما تدخلش بقى في نوع الجهاز. ماشي لو سمحتي. لا اصل في ناس يعني مثلا يقول لك لما تروحي تعملي بوتوكس لازم تسالي عن ماركه البوتوكس، وده في ناس بتاخد البايل وهي ماشيه. المين بتاخد البايل وهي ماشيه؟ الفايل، الامبوله، الفايل. معلش مش مش دكاتره. لا لا، الفايل اللي هو الشيء، الوعاء. الوعاء. اوكي تمام. اوكي سؤالي الثاني، هل في بقع دائمه في الجسم ملهاش علاج؟ اصل في كده في جسمي وتعالجت وهي زي ما هي برضو، وبتوسع كمان، بتبقى اغمق من الجسم وفيها نقط اغمق منها، ولا غير الدكتور؟ لا غير الدكتور. لا انت شكلك انت بتتكلمي عن وحمه كده، بس دي بتتكلمي عن او ملازمه. لا ممكن تبقى طبعا في ملازمه تطلع هنا في الشولدرز، تطلع هنا، تطلع كلافيكلز. اي يا سلام، ما هي الملازمه مش دايما، ما هي دي بصي دي الاخطاء الشائعه. الملازمه مش دايما اكتينك. الكلف، الملازمه مش دايما اكتينك، يعني مش دايما ضوئيه. طب ما انا باخد هرمونز منع حمل، باخد برشيم منع حمل، فتظهر لي كلف. صادف بقى انا ظهر لي هنا كلف، ده ميزه في الكتف مش احسن ما يطلع لي في وشي؟ تمام. طيب يصادف ان يظهر لي هنا في منطقه الديكولتي، المنطقه ديت منطقه، فاهم؟ فاهمه. يظهر هنا في منطقه المانديبولر. طيب ده كله كلف. المانديبولر ده، المانديبولر هي منطقه الفكين. الفكين. اوكي. الابهام والسبابه. اوكي هنطلع بدروس لغه عربيه من الحلقه دي زي الفل. طيب ماشي. هي يعني تعمل ايه بقى دلوقتي؟ تغير الدكتور ولا تعمل لا حضرتك بس انا ما اعرفش دي اللي انت بتتكلمي عن دي وصفه، دي وصفه وحمه يعني. كانها فمن فضلك دي تتعاملي معاها بالكي سويتش ليزر. ده ليزر معين. وهي الوحمات من برضو ما بتروحش نهائي صح ولا بتروح؟ الوحمات بترجع بس ريكارنس، بترجع تاني يعني. بتتعالج تماما وبتختفي تماما تماما وبترجع تاني. طب خلاص يبقى نعالجها ليه؟ ما نخليها مستقرة بقى من الاول. sometimes بنقول عينين كده كتير عشان نهديهم. ومكلفة في علاجها، بس يعني هقول لحضرتك على حاجة خان، يعني انت عارفة اغلب اللي بيجي مش عنده مشكلة الوحمات هما بتوع الصعيد، اهالي الصعيد. هما دول الحاجات دي بتفرق معاهم قوي يعني. هنا عندهم ما ينفعش البنت تتجوز وعندها وحمه في ظهرها، او ما عندهاش وحمه هنا، فاهمه؟ فبالنسبه لهم لازم يعالجوها. يا سلام. طبعا اول مره اسمع الموضوع ده. اديك سمعتي. طيب. شفتي انا طالع لي بقعه بيضه فوق حواجبي، وكشفت وطلع نقص فيتامين دي. يعني ايه نقص فيتامين دي؟ هو نقص فيتامين دي ما بيعملش نقص فيتامين دي ما بيعملش بقعة بيضة فوق الحواجب. ما بيعملش بقعة بيضة فوق الحواجب. طيب وباخد علاج ومش عايزة تروح خالص، هي لسه طالعة اصلا. بالله عليك يردوا. انا ياسمين حضرتك اولا لازم نبص عليها بحاجة اسمها وودز لايت. وودز لايت ده جهاز كده نوع من انواع الاشعة، الاشعة فوق البنفسجية، بيحدد لي البقعه البيضه دي ايه. هل هي بهاء ولا اذرز؟ ممكن تبقى بهاء وممكن تبقى ايه الاذرز بقى. اذرز بقى ديت ممكن تبقى نخله بيضه، وده كومن قوي. طبعا نخله بيضه ممكن نتيجه نقص صبغه نتيجه التعرض باستمرار للشمس، هي برضو نخله بيضه بس يعني بنت يعني بس عمها. مش بنت عمها. ممكن تبقى يعني هي لو سنها صغير ممكن نقول لها وحمه بيضه، فهمتي؟ بس يعني واضح ان بتتكلم دي واحده ست كبيره يعني. تمام. ممكن يكون اثر. عاده لما بسمع اسم ياسمين بحس انه بنت صغيره مش عارفه. بصي هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه كومن جدا هي ممكن تكون مش واخده بالها منها. ممكن كان عندها اكزيما دهنيه هنا، والاكزيما الدهنيه حواجبها بتيجي اكتر في منطقه الحاجب، فالاكزيما الدهنيه دي اتخفت وسابت اثر لونه ابيض، فهمتي؟ وده كومن قوي ناس بتاخدش بالها منه. لا هي فدايما لازم اخد هيستوري. كان عندها بالظبط هيستوري، كانت قالت كان عندي قبل كده وطلع. لا يعني بالعكس زي ما اقول حركه، الحاجات دي بتبقى سبسايدز قوي بالنسبه للعيان، ما بياخدش باله منها. ممكن يكون هو ما خدش باله غير النقطه البيضاء، لان النقطه البيضاء دي بالنسبه له تخوفه اكتر من النقطه الحمراء.
فالجود هيستوري مهمه قوي في الحاله دي، والجود اكزامينشن برضو مهمه قوي في الحاله دي. اوكي طيب، القشره عندي قشره مستمره في شعر دقني، نفس القصه اللي بنتكلم فيها، الاكزيما الدهنيه، الاكزيما الدهنيه نفس الفصيل، نفس بنت عمه، يعني الميكروب بتاعها هو الميكروب بتاع التانية الملونه اللي هي الملاسيس. ده مش بقى علاقه بحبوب الدقن والبصيله والكلام ده خالص، دي حاجه يعني بنستخدمها شامبو الشعر ولا ايه؟ ايوه دي حاجات نتعامل مع دقننا كانها شعرنا. ايوه اوكي طيب، وبياخد مضاد الفطريات وبياخد توبيكال ستيرويد، بس ده بنزود له شويه توبيكال ستيرويد معاه عشان يبقى فيه انفلاميشن. طب يعني طب دهان اللي هو الكورتيزونات الموضعيه. طب ياسمين طلع عندها 25 سنه، مش قلت لك اي حد اسمه ياسمين يبقى طلع عندها 25 سنه؟ طب بصي ياسمين، بس احنا عايزينك الاول تحطي حاجه يعني تديني هيستوري الاول، هي كان قبلها بقعه حمراء مثلا وخفت، هل حضرتك بتتعرضي للشمس كتير، هل حضرتك مكان الحاجب دوت في كام شعرايه لاحظتي بداوا لونهم يخف؟ ده يعني ده مهم قوي بالنسبه لي، مهم قوي 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 بالنسبه لي. واكشفي بالوودز لايت لو سمحتي. احنا مستنينك ياسمين، لو هتبعت لنا احنا يعني في انتظار مزيد من المعلومات نكمل حلقتنا، وبنتكلم بقى عن حاجات بتخوفنا. يعني احنا كلنا بنحب يبقى شكلنا حلو، نبقى شكلنا وشنا جميل، وبنحب يبقى ما يتبانش علينا علامات السن ولا علامات يعني اي حاجه مضايقانا في وشنا. فبنبتدي نروح للدكاتره، نبتدي نعمل مراحل التجميل، ومراحل التجميل على حسب ما بنعرف بتتلخص في البوتوكس والفيلر، اما بين الفيلر والبوتوكس مبدئيا. ممكن بعد كده بقى بنبدا دايما بالمرحلتين دول، وبعد كده مشهورين قوي بيبتدي التطور بقى على حسب الاحتياج وعلى حسب المشكله ايام مكان. يجي العيال بقى بنخاف بقى من البوتوكس. انت ليه بنخاف من البوتوكس؟ طيب هو الخوف من البوتوكس بس من حقن الغلط. لان مثلا لو حقنت في مكان غلط او حقنت بجرعه مش مظبوطه، هو بيلعب على العضلات. فانت العضلات دي هي عامله زي، انت عضلات الوش اللي عامله زي اتنين ماسكين حبل، واحد شادد من هنا وواحد شادد من هنا، فبيعمل لي بالانس. تمام. طب لو فرضنا ان انا رخيت حد وسبت حد، فواحد بياخد اوفر الاوفر الاوفر هاند، يعني بياخد اليد الاكبر، فبيبدا يعمل لي امبالانس، بيعمل لي عدم توازن. فما ينفعش مثلا احقن لك مثلا هنا جرعه اقل وهنا جرعه ازيد، فتلاقي مثلا حاجه طلع حاجه نزل. فهمتي؟ ما ينفعش مثلا انا اجي احقن لك هنا مثلا اسمع لك او اوقع لك جفن. فهمتي؟ ما ينفعش مثلا ان انا ده دي موست كومن، يعني ممكن ما اشخص تجاعيد صح. يعني انا دلوقتي لازم البوتوكس حلو قوي في التجاعيد التعبيريه، يعني ليها علاقه بالعضلات. لا بس وانس ان انا عملت ستاتيك رينكلز، يعني تجاعيد ثابته، البوتوكس ولا هيعمل لي فيها حاجه، يعني خلاص بقت ثابته. فاهمه؟ فتلاقي العيان مش ساتسفايد بالنتيجه، ده ان مش هو مبسوط. اتاخر، يعني الشخص ده اتاخر في ان هو يروح يعمل بوتوكس. او يعني التجاعيد بقى لها كتير كتير قوي. ايوه فاصبحت ثابته خلاص، ثابته عملت حفره. يعني انا بصي حضرتك، انا دلوقتي عامله ازاي؟ يعني برفع كده وكل شويه بسبهل، كل شويه برفع وبنبهر الممثلات والممثلين اللي هم كل شويه في رياكشنز. تمام. الناس دي معرضين اكتر لظهور التجاعيد. ليه؟ عشان هم في رياكشنز، محركين العضلات دي 24 ساعه. فانا دلوقتي لما العضلات دي تتحرك معايا خلاص، انا بستخدم مع الجلد. فلما بستخدم الجلد، الجلد ده بيعمل حفره اثر. هي الخطوط. هي اكوردنج لحركه العضلات هو بيسيب الخط. يعني العضله بتاعت الوش دي بتتحرك لفوق وتحت، ترفع لي الحاجب. انا اسفه، اللي هي عضلات الحواجب ترفع الحاجب، فتسيب لي خطوط بالعرض وهكذا. كل حاجه بتتحرك حوالين الفم وكل حوالين العين. الناس اللي بتشرب سموكر، الناس اللي سجاير، ناس على طول دي يعني على طول حركوا شفايفهم، تظهر لهم الخطوط فوق الشفايف. تمام كده. الناس اللي يعني النيزوليبيلز دي، النيزوليبيلز دي بس دي مالهاش علاقه بالحركات قوي. يعني الناس اللي يعني ده مع الايجنج، النيزوليبيلز اللي هي خطوط الابتسامه دي ليها علاقه اكتر بالايجنج، خطوط الابتسامه اللي حوالين كل ده بيتعامل بالبوتوكس. ممكن نتعامل بالبوتوكس، البوتوكس بس يعني ده حاجه ادفانسد قوي، يعني مش بننصح بيه قوي في البوتوكس في الاماكن ديت. واكتر حاجه فيلر وخيوط. المادة نفسها بقى لحضرتك بتقولي اللي بتتحقن جوه العضلة، هي المادة البوتوكس دي، هي مش بتضر العضلة نفسها؟ مش مضرة في أي مش حاجة؟ مش مضرة خالص، ملوش أي سايد إفكت تاني خالص. زيرو. كمادة نفسها بتدخل زيرو جوه جسمي. زيرو كمادة. زيرو. والفيلر نفس الحكاية. زيرو. طب إمتى إيه يعني إيه إمتى يحصل مشاكل؟ مثلا في البوتوكس، لو حضرتك بصي البوتوكس ده محتاج، يعني أنا دايما بقول أي إجراء تجميلي محتاج جود
هايجينز من الدكتور برضو معلش. يعني انا لازم يكون عندي تعقيم مهم قوي قوي قوي، تعقيم مهم قوي قوي قوي. ليه؟ انا ممكن اكون مش راضي عن النتيجة، بس ما اقبلش ان يحصل عندي يعني انا داخلة اضبط وشي الاقي عندي مثلا خراج طلع نتيجة ان في حصل انفكشن او كونتامينيشن او تلوث او كلام من كده. فهمتي قصدي ايه؟ ده مش مقبول. فانا بالنسبة لي التعقيم مهم قوي. يعني انا دايما بصي انا احب دايما اعقم وش العيان بكحول وبتدين الاثنين مع بعض. التدين ده لونه اصفر اه لونه اصفر تصفري معلش لا معلش هيبقى على الوش ما لا ما لا انت هتبقى خلاص يعني هتروحي ده ساعتين ثلاثه يعني ما حصلش حاجه وتبي طالع لطيفه كده ومبسوطه وانا وانت مبسوطين مع بعض. ليه نخسر علاقتنا بسبب شويه حاجات صغيره؟ فهمتيني؟ انا كل ما اجي نقطه كل نقطه انا بحقن فيها ببقى معايا قطنه بكحول عشان اضمن الحمد ان شاء الله يعني ما حصلش كونتامينيشن. فهمتي؟ السيستميك انتبيوتيك على طول بعد ما العين بخلص حقن معايا سيستميك انتبيوتيك لازم ياخد مضاد حيوي بالنسبه لي مهم جدا بالفم لمده اسبوع. انت ابره داخله وابره طالعه وبعدين خدي بالك الحاجات دي يعني البوتوكس ده توكسينز سم تمام سم معمول بشكل موديفايد بحيث ان انا اشتغل فيه عشان اريح العضله. تفتكري لو معاه باد هايجينز او معاه كونتامينيشن ايه هيحصل؟ مش عارف حاجه مش جابه تونس الإجابة مش تونس الإجابة ان احنا في مصر واحنا لازم ناخد بالنا ان احنا في بوليوشنز عالية قوي وان احنا ان احنا لازم نحافظ على الشغل بتاعنا سواء من الدكتور او من العيان. بنقول للعيان دايما بعد حضرتك ما تعمل الاجراء ده بلاش تحط مكياج بلاش فول ميك اب بلاش السفنج او ايه ده. طب والغسول الوجه بقى اللي هو كل ده بيقف لمده اسبوع و10 ايام لحد ما الحاجات دي تعمل ايوه عشان ما نطلعش ولا ميك اب ولا سان بلوك. طب ما انا هحط سان بلوك ازاي؟ اوكي حطي سان بلوك ما قلناش بس انا بتكلم المكياج الفول ميك اب الناس اللي بتحط كده فهماني بس لحد ما نعدي مثلا يومين ثلاثه كده لحد ما الامور تظبط والفتحات مكان الدنيا تقفل وتبقى الدنيا كويسه. طب احنا هنطلع فاصل وفي اللينك الاخير من حلقتنا النهارده اسئلتكم الاخيره التجميليه او العلاجيه المرضيه العاديه بخصوص الامراض الجلديه على 015-595-1006. تمام حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دكتوره ساره قطب لسه منورانا استشاري امراض الجلديه دكتوره التجميل والعلاج بالليزر كل الطب الاصلي العيني. لسه بنتكلم في المتبقي من حلقتنا النهارده عن بقيه استخدامات او انواع التجميل المختلفه وكلمنا عن البوتوكس والفيلر وكلمنا استخداماته في الوجه وهو يعني ده كان اساس موضوعنا قبل الفاصل. ودلوقتي يا دكتوره البوتوكس ده والفيلرز دول ممكن نستخدمهم زي ما حضرتك قلتي في الايدين قبل كده في التعرق هل هم استخداماتهم برضو بعد خارج الوجه بقى بتبقى مش تجميليه بقى خلاص يعني هو في الوجه تجميليه وبعد كده بيبقى مش تجميليه بنعمل ايه بقى بيهم تاني؟ هو يعني هو خارج الوجه اكتر حاجه ميلي يعني هنتكلم قلنا اللي هو الهايبر هيدروز في الكفين في الكفين تحت الابط وفي القدم. بصي احيانا الناس تيجي لي عندها اللي هو الميجرين اللي هو صداع النصفي فده طبعا بالنسبه لي بالنسبه لي بحقن في بوينتس معينه في الجبهه وفي الراس وفي الـ وفي الـ وفي الـ في الدلتويد هنا كتاف ترابيزيس ايوه كتاف والرقبه ايوه طبعا وفي الراس بحس ان انا رايح العضلات دي كلها فبالتالي الناس دي بتقل شويه من شكوتها في الميجرين. مش شغلي قوي بس في ناس بتجيلي بالمره وعايزه اعصاب ده مخ وعصاب اكتر وعايزه اقول لك ان بيروح الصداع النصفي بيهدى طبعا مفيش حاجه اسمها ده حاجه كلها بتهدى بتهدى الاعراض دي بتهدى لان لما يجي لهم حاجه اسمها برودروما اللي هي سبقات الانذار الناس دي ما بتستحملش الناس دي بتخش في تعب صعب تعب صعب قوي. فهمتيني؟ هو البوتوكس عموما ليه استخدامات كتير في الطب يعني هو مش بيتوقف يعني بتوع الرمد بيستخدموه في علاج الحول بتوع المسالك بيستخدموه في علاج المثانه المتهيجه فيعني احنا لو هنتكلم في البوتوكس مش كل مجالات في كل مجالات بس احنا هنتكلم عن البوتوكس ممكن نعمل بيه حاجات تانية مش كل فرد التجاعيد. انا ممكن اعمل بيه الكونتور يعني انا ممكن احدد الفك بالبوتوكس ممكن احدد الخد بالبوتوكس ممكن اعمل لنفسي خدود بالبوتوكس ده الفيلر بقى هو بيعمل حضرتك ده. انا بقول لحضرتك ده قصه بطريقه تكنيك معينه لدكتور بيكون فاهم بيعرف بيحقن فين يعرف يعمل الحاجات ديت. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه يعني احنا بنتكلم ده احنا بنيجي نتكلم على البوتوكس لفرد التجاعيد ده الاف دي ابروفد يعني هم اتفقوا ان البوتوكس حلو في التجاعيد واحنا متفقين على ده في حقن البوتوكس. بس انا بتكلم دي حاجات اجتهادات دكاتره واجتهادات شخصيه واجتهادات ان احنا يعني احنا اشتغلناه ولقيناها بتبقى بتعمل نتيجه كويسه يعني هو مش احنا مش مقيدين وبس
في 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 فرد التجاعيد. زي بقول لحضرتك يعني انا دلوقتي عندي واحده عايزه تعمل كونتور لوشها وعايزه تودي التجاعيد وهو معاش فلوس ومعاه بس انها تحقن بوتوكس. طب ما ليه ما يبقاش الدكتور ذكي ويقدر يعمل ده كله بالبوتوكس؟ فاهمه قصدي ايه؟ فهمتي؟ فهو ده اللي بتكلم فيه. انا اعمل كونتور احد اظبط لها الجبهه، ولو بقى مثلا اعمل لها كونتور، ولو عايزه تعمل خد شويه هنا بطريقه معينه اقدر احقن بحيث بطريقه معينه لان بعد ليفل معين ممكن البق يقع، بس انا بتكلم بطريقه معينه عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتحقني ازاي بشكل معين. بصي انت عندك هنا يعني انت احيانا بتيجي ناس كومن قوي كومبلين عندهم الحته دي اللي هي الضحكه الارنبيه او اللي مش عارفه اسمها مش عارفه والله اسمها اللي هي التجاعيد اللي بتيجي عند الانف دي. لما بتضحكي حاجه لها بالارنبه دي. بالظبط كده. الناس دي حلوه بالبوتوكس ناحيه العضلات الموجوده هنا دي بتريح. وناس انا مره جات لي عيانه عندها هايبرتروفاي في الماسلز اللي هنا اللي هو ايه اللي هنا المصلز اللي هي العضلات التضخم في عضلات المناخير هنا دي اخذت 2 يونتس هنا 2 يونتس هنا ست رجعت طبيعيه تماما. يعني كانت مناخيرها كبيره شويه صغرت يعني صغرت. احنا بنصغر مناخير بالبوتوكس برضو. يا سلام. والله ايه ده احنا البوتوكس البوتوكس يعني امال الفيلر بنعمل بيه ايه بقى؟ الفيلر حلو. الفيلر ده للمالي نملى بيه حاجه هو فيلنج فيلر فيلنج فاحنا بنملى بيه مثلا لو انت عندك هنا واقع خدك فهماني عايزه ارفع يعني املى بيه او ارفع بيه ببوينتس معينه وبانواع فيلرز معينه ارفع فيه بالخد واعمل كونتور هنا برضو. فهمتي قصدي؟ هو ده انديكيتد ليه مثلا الفيلر اكتر. بس انا بقول لحضرتك ان البوتوكس مش واقف بس على ان انا بستخدمه في التجاعيد. ابني عنده 13 سنه وبيطلع في وشه حبوب زي حبوب حب الشباب بس ناشفه وجامده، اعمل له ايه؟ طيب هو انت بس حضرتك لازم توضحي الحبوب ديت لو هي حبوب ملتهبه ومكلكعه تحت الجلد دي بتبقى احيانا ما بتبقاش فقط حبوب يعني بكتيريا انفكشن، لا دي بتبقى عامله تحتها كمان كيس شمعي او كيس دهني او كيس معرفش اسمه يعني سبيشس سيست احيانا لازم تتفتح او وايت كوميدونز اللي هي الرؤوس البيضاء دي لازم تتفتح وتتنظف. ومش بتتفتح وتتنظف كده وادوس عليها واطلعها وكده كده لا. لا احنا بنشتغلها برضو. انا بشتغل انا ما اعرفش فينا غيري بيشتغلها ولا لا انا بشتغلها. هي جراحه ولا ايه؟ مش جراحه يا فندم. احنا بنفتح لاما بنفتح سنه بالفراكشن ليزر يعني بالليزر او بسنه مشرط خفيف بنفتح فتحه صغيره نص ملي وببدا انظف من جوه تمام. الليزر يعني من ضمن برضو التقنيات المهمة في الأمراض الجلدية ان احنا بنروح لدكاترة الجلدية نعمل ليزر. انا عارف ان هو بيبقى في الجسم لإزالة الشعر الزائد. دي معلومات اللي يعرفها كتير من الناس. هل له استخدامات اخرى؟ الليزر ليه استخدامات اخرى كاحنا على مجال يعني هو كاكتر حاجه الليزر اتشهر فيها حاجتين الفراكشنال ليزر والحاجات اللي هي الهير ريموفال تايبس اوف ليزرز يعني هي الحاجات اللي بتشيل الشعر. هما كلهم الليزر يعني عشان نجيبها ازاي الحاجات دي اطوال موجيه والاطوال الموجيه دي بتصيب بالتارجت كروموفورمز معين بكروموفورم معين يعني بتمسك حاجه معينه هي بتبقى اكتر كل نوع ليزر مخصص في نوع كروموفورم يعني بنوع هدف معين. فهمتي قصدي؟ فانا دلوقتي مثلا طب انا زي بقول حضرتك دلوقتي احنا ممكن نستخدم ليزر في الناس اللي عندها التهابات في جريبات الشعر دي فطب ما ده الليزر ده حلو فيها جدا في الدقن عند الرجال في الدقن. فهمتي الناس اللي عندها حروق ده الفراكشن ليزر ده حلو فيها جدا. فاهمه قصدي؟ الناس اللي عندهم تجاعيد الناس التجاعيد اللي مش عايزه تحقن بوتوكس ولا فيلر ممكن نعمل لها مالتيبل سيشنز بالفراكشنال ليزرز ببارامترز معينه بمودز معينه تقدر تحسن تدي طبعا بتحفز كولاجين وبتدي تجاعيد كويس بتحسن التجاعيد كويسه جدا وبتدي وتحسن الانتجريتي بتاع السكن يعني قوه السكن نفسه بتتحسن. فاهمه قصدي؟ طيب احنا ليه نتكلم بس عن الليزر عشان دي نقطه مهمه جدا. الناس دلوقتي بقت ماشيه انا بتكلم انا بمين دلوقتي الناس اللي بتتكلم على ازالات الشعر بالليزر. احنا دلوقتي نسمع كل الناس عندها بتشيل الشعر بالليزر وكل الناس بتروح بتشتغل عند اي حد في اي مركز مين اللي بيشتغل مين اللي بيعمل مين اللي بيسوي. بصي الليزر لو ما اشتغلش صح في حاجتين العيانين بييجوا يشتكوا منهم لا اما انت بتتحرقي او نقول ثلاث حاجات لا اما بتتحرقي لا اما بتجيبيش نتيجه او الشعر بيزيد في المكان دوت وسام تايمز الشعر بيبيض
يعني هو انا رايح اعالج أيوة. الشعر الزائد يزيد مش المفروض هو بيقلله يزوده زي لو استخدمت بارامترز غلط. ليه؟ انا وظفت زي بقول حضرتك احنا بنتكلم بالشكل التارجتد، احنا بنتارجت الشعرايه بهيت معينه بشكل معين بطريقه معينه. ما ينفعش ان انا اعمل سب مينيمال دوز يعني بطريقه قليله بحيث ان انا اعمل هيتنج، هيتنج يعني تسخين لبصيلات الشعر اللي حواليها، فتلاقي بدل ما انا بشيل شعر هنا الشعر طلع لي هنا، بشعر الدقن يطلع لي في الوجه، يطلع في الوجه. الناس اللي بتعمل بيكيني تلاقي شعر الدقن شعر سوري شعر البيكي مثلا لا تلاقي طلع في اماكن ثانيه بقى اماكن مختلفه. فده شغل غلط. فالناس يعني ده اويرنس مهم جدا للناس لو سمحتم. ان احنا يا جماعه ما نروحش نشتغل عند اي حد، مش اي حد يقول لي انا عامل بلصه بكذا او بكذا او بكذا تروح تشتغل عنده. لازم تشتغل عند دكتور صح. وبعدين مش بطول السيشنز، يعني مش يقول لك مثلا على 12 سيشنز، هو مش جاد طبيعه 12 سيشنز. يعني احنا دايما بنتكلم في 4 لـ6 جلسات تمام، وكل ما كان جميل ولا حاجات العيادات اللي مش طيب. مرخصه طبعا. فانت بتتكلم في 4 لـ6 جلسات، انت ما تدفع يعني احنا هو طبعا بيتكلم لان هو بيكلم مثلا جلسه ايه تلاقي اسعار خزعبليه 100 و200 جنيه وكلام من كده. طب انت ما ليه اللي يجبرك على كده؟ ليه تخش مكان السعر كويس؟ ايوه ماشي، ما انت هتيجي هتبوظ الدنيا مع نفسك وتيجي تضطر انك انت تعالج. يعني الاول جلسات الليزر سعرها غالي شويه، مكلفه شويه، ده الطبيعي لان الاجهزه اساسا اوريدي سعرها غالي. الدكتور المختص ده مش دكتور، يعني انا مش بجيب فني هو اللي يشتغل لي، انا بجيب دكتور متخصص عارف هو بيشتغل ازاي. فلما الاقي بقى حد بيقول عامل لي عرض وعامل لي سعر انا صراحه ما بنصحش بالكلام ده خالص، ما بنصحش بالكلام ده تماما. فزي ما بقول حضرتك احنا دلوقتي لازم نروح للمكان المهم جدا، لان انت لا تستحمل ان يطلع لك يعني شعر زياده في مكان تاني. مش هتستحمل ان انت الشعر اللي بيض دوت لو عملنا شعر هنا وبعد ما خلصنا الجلسه ويطلع شعر ابيض، انت كده خلاص وصلت المرحله انت ضربت الصبغه بتاعت الشعرايه. طب الشعرايه دي عمرها ما تتعالج تاني. انا مش عايزاها اصلا لا بيضه ولا سودة، يعني انا مش عايزاها اساسا. فانت ده السودة دي بقى هتتعالج، البيضه دي بقى مش هتتعالج خالص. اوكي فهمتي قصدي؟ فانا لازم اشتغل عند دكتور صح. أكيد. وطبعا عشان مش هتحرقش، يعني اروح اتحرق ليه؟ يعني في ناس احنا بنشتغل مثلا باوفرلاب معين، انت تلاقي مثلا بيعمل لك اوفرلاب مثلا بشكل عنيف او في مثلا مكان بياخد اكتر من بلصه. فهمتي فبالتالي انا كده بتحرق، وده بيجي كومن جدا، وبيجي يقول له اعمل لك جلسه تاشير مجاني. طب ليه يا حبيبي تعرض العيان لحاجه زي كده؟ وليه يا عيان تعرض نفسك لحاجه زي كده؟ فلازم يكون خلينا يا جماعه بروبر سيلكشن للدكتور، بروبر سيلكشن للاماكن. احنا دلوقتي يعني اجهزه الليزر زي ما حضرتك احنا دلوقتي شهادات قايمه على الليزر. بقى تقنية هامة جدا وبتشمل علاجات أمراض كتير. أشكرك بجد، وقتنا للأسف خلص. شرفتينا نورتينا دكتورة. كله تمام، غطينا معظم المواضيع. ان شاء الله ان شاء الله كمان لو في اكيد اي موضوعات اخرى بتخص الامراض الجلديه تكون موجوده معنا في حلقات تانيه جايه. كانت معنا دكتوره ساره قطب استشاري الامراض الجلديه، دكتوره التجميل والعلاج بالليزر كليه طب القصر العيني. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله. دقيقة هتكون موجوده معاكم يارا الجندي ومروان ادري وحلقه جديده من كلام في الصحه. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.